تمتلك أصناف أرز بتحل مشكلة زراعة الأرز في مصر إلى الأبد، وهي أرز الجفاف عرابي الذي يستهلك فقط نصف كمية المية، أقل من استهلاك الذرة الشمالية. ما هو العائق؟ العائق هو مركز بحوث زراعية، لأنه حسابات خاصة. زرع هذا العام في 200,000 فدان أرز عرابي مزروع على مستوى الجمهورية في 200,000 فدان. أناشد المسؤول الأول عن مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوقف هذه المهزلة. مصر ليست أو وزارة الزراعة وزراعة مصرية ليست حكرا على مركز البحوث الزراعية. لدينا 22 كلية زراعة. ماذا تفعل؟ والأبحاث الخاصة بتربية المحاصيل والخضار أين تذهب؟ هذا إهدار للمال العام، ده بلاغ للمسؤولين، إهدار لطاقات البشر، طاقات العلماء في الجامعات المصرية.